بحكم شغلي بإدارة المدرسة، بحكم تعاملي مع الأهالي، بحكم تعاملي مع التلاميذ لمدة 15 سنة، لقيت في ضرورة إنه نحن نبحث عن طرق جديدة في التعليم. من ضمن بحثي وجدت المونتيسوري. A Montessori school is where you have students that are coming into the classroom working with students of other ages, a mixed age group, and they are getting hands-on presentations and working in small groups to create an amazing learning environment. نحن بالمونتيسوري بنركز على الطفل، والطفل هو عنا هو مفتاح التعلم، يعني هو بيخبرنا كيف نحن بدنا نتعامل معه، نحن كيف بدنا نعلمه، نحن علينا بس نحضر البيئة. إذا بتلاحظوا بمدرستنا كل شيء بحجم الطفل، إن كان من عمر 3 سنين ولا من عمر 5 سنين ولا من عمر 6 سنين. الأسس الأساسية بطريقة عمل المونتيسوري هي إعطاء الطفل الحرية، وهيدي الحرية هي اللي بتعطي الفرصة إنه هو يبني الخيار اللي هو بحاجة لإله. لما نحن بنعطيه حرية الخيار، حرية الحركة، هذا جزء أساسي من نموه، هذا جزء أساسي من نمو الدماغ. Montessori designed many of the materials with children that needed that special needs help, more hands-on and one-on-one work. So a lot of the materials help with that, and also the way we have individualized planning and lessons. هن بيقعدوا بنفس الصف 3 سنين مع نفس المعلمة، يعني الطفل اللي فات عمره 6 سنين لما بيصير عمره 7 سنين، كمان لما بيصير عمره 8 سنين، يعني عم نحكي جريد 1 و 2 و 3، بيكون بنفس الصف ونفس المعلمة عم تتعامل معه. فالمعلمة هي مقسمة المنهج طبعا لكل سنة، ونحن بالمونتيسوري بنشتغل مع الطفل شغل فردي 1 to 1، يعني ما في شيء اسمه معلمة واقفة وعم تشرح للتلاميذ كلياتهم بقلب الصف والكل عم بيسمع لها، وبنفس الوقت هي طالبة منهم يجاوبوا على سؤال معين مثل ما بيصير بالمدارس الاعتيادية، ولا حتى بس جروب وورك مثلا، ما بنعرف مين اللي عم يشتغل من هالجروب ومين ما عم يشتغل. Montessori is for all children. Depending on the school, they do things a little bit differently, but you can usually find the teacher and the environment that will work well for them. نحن بحاجة للطفل ننمي شخصية عنده، نحن بحاجة لأن الطفل يكون عنده حرية الخيار، نحن بحاجة لأن الطفل يكون عنده القرار، يكون عنده الثقة بنفسه كمان. Students that leave the Montessori classroom end up transitioning very successfully. They learn to be independent students, they learn to organize, and they also have a love of learning that carries all throughout their educational career. أدوات المونتيسوري هي كلياتها نيتشر، من الطبيعة اشتغلت فيها ماريا مونتيسوري، وكل أداة بتستخدمها لها فكرة معينة بدها توصلها بالمنهج. بتبدأ من البراكتيكال لايف، هي الحياة العملية، كيف التلميذ بيقدر إنه هو يتعامل مع الأدوات الموجودة بحياته اليومية، الأدوات الموجودة ببيته، ببيئته، لحتى ينمي المهارات الموجودة عنده، الحواس كلياتها، إلى أنه نوصل للمواد مثل الرياضيات واللانجوج والكالتشر جيوغرافي والهيستوري، كله له أدواته. طبعاً هيدا إذا جينا نحن للتعليم العادي ما فيها الأدوات. الأدوات ممكن الأستاذ هو يبدع شوي ببعض التولز،
اللي بيشتغل فيها، بس بالمدارس الاعتيادية ما في أدوات لكل كونسبت بينعطى أو لكل مهارة أو لكل فكرة أنا بدي أعطيها للتلميذ، لا ما في أداة. نحن بالمونتيسوري أكيد عنا بورد وعنا طبشور وعنا القلم وعنا الورقة وعنا كل شيء، بس قبل ما أوصل للورقة والقلم بيستخدم هو أدوات معينة لحتى نمي عضلات إيديه أول شيء للطفل الصغير. في أدوات كتير بيستخدمها من الحياة العملية ومن السنسوريال ماتيريال اللي نحن بنسميها، اللي هي بتركز على الحواس، لحتى أول عضل عنده قبل ما يمسك القلم والورقة، وهو لحاله بيصير جرادولي يوصل للقلم والورقة. Some of the big differences you'll see is that the students are free to move about the room and they choose their work. They are not always learning the same thing at the same time. In fact, they are working in small groups or even individually, having the teacher give lessons. And then they are also creating work on their own and following up on those lessons. دوام المدرسة بيبدأ من 7:30 لل3:30، بس عنا أول 3 ساعات الصبح هن 3 ساعات بدون توقف. هدول 3 ساعات اللي بدون توقف هن بيسمحوا للتلميذ إنه يشتغل بحرية، ما في ستريس، ما في ضغط إنه هي يلا خلصت الحصة هلأ بده يروح المات بده يجي الساينس. إحنا منعود التلميذ على إنه هو يعمل كنترول على الوقت تاعه ويكون عنده حس المسؤولية. بالنسبة لتلاميذ المونتيسوري، في حال إنه حب الأهل إنه هن ينقلوا تلاميذ أولادهم من المونتيسوري سكول لمدارس اعتيادية لأي سبب إن كان، طبعاً بيقدروا يفوتوا على مدارس اعتيادية، هن عم بياخذوا نفس المنهج، هن عم بيجيبوا نفس النتائج، هن كمان نحن ذكرنا بالنسبة للإيفالويشن سيستم إنه نحن عنا إيفالويشن بس ما في علامات، يعني بس في مثل تقييم لكل مهارة على حدة، فهو بيبقى جاهز وجاهز أكثر لأنه هو عنده كمية من المعرفة كتير عالية، وبنفس الوقت شخصيته جاهزة إنه هو تأدبت أو يتأقلم أو يتكيف بأي بيئة تاني بيروح عليها. المونتيسوري بتعامل مع كل المناهج، مش بس المنهج اللبناني أو المنهج الدولي، هو بتعامل مع كل المناهج، بس هي الطريقة مختلفة عن الطرق الاعتيادية اللي نحن بنتعامل فيها. مونتيسوري نحن بحاجة له بلبنان أكثر من أي بلد تاني.